شكرا في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده، موضوع جديد من حلقات برنامج صالون الصحه والجمال. حلقه النهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل بال الكثيرين، وهو بيشغل الفئه الاكبر، هي فئه الشباب. معظم الشباب بيوصل لسن معين، وخاصه في فتره المراهقه ما بين ال 18 بيوصل لحد ال 20 وال 25 سنه، انه الشاب بيكون حابب ان هو يظهر بقوام مثالي وشكل كويس وعضلات في بعض الاحيان مفتوله. ده شيء ما فيهوش عيب وما فيهوش مشكله، والعقل السليم في الجسم السليم، وكلنا بنتمنى ان نشوف شبابنا جسمهم كويس وصحتهم كويس. ولكن فكره انه ما ياتي سريعا يذهب سريعا، فكره اخذ المكملات الغذائيه او ان انت تتمنى ان انت توصل لشكل وجسم رياضي بسرعه البرق، ده ممكن يعرضك الى مشكلات صحيه كبيره في حاله عدم اتباعك التغذيه السليمة أو أن أنت تاخد مكملات غذائية بشكل سليم. في هذه الفقرة خلوني قبل ما نبدأ فقرتنا النهاردة نرحب بضيفة المنورة النهاردة الدكتورة فيروز مجدي، استشاري التغذية العلاجية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا دكتور. منورة شركة الصحة والسلامة. ربنا يخليك. النهاردة هنتكلم عن التغذية العلاجية والمكملات الغذائية. يبدو من اسم المكمل الغذائي والتغذية العلاجية ان الاتنين فيهم الصحة وفيهم الفايدة للجسم وفيهم الجانب التعويضي. في البداية ماذا نقصد بالتغذية العلاجية للرياضيين وغير الرياضيين؟ أول حاجة إن أنت اللي بيلعب رياضة ده لازم محتاج نظام غذائي معين حسب الرياضة اللي هو بيلعبها. يعني مثلا أنا لسه مبتدئ أو لسه ببدأ إن أنا بلعب أو بخش الجيم، هيبقى ليا نظام معين. طب أنا واحد إن أنا ببذل مجهود عالي جدا 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 في الجيم أو بروح عشان أعمل عضلات، هيبقى برضو ده ليه نظام، ازود نسبة الماسلز بتاعتي. ده الفكرة كلها في التغذية العلاجية نفسها، ان هي تخليك ان انت توصل للي انت عايزه بدون ما تاخد اي محفزات خارجية. عن طريق الاكل، تمام؟ عن طريق الاكل والخاص بيك في التمرين اللي انت هتعمله. كويس. او الخاص بالتمرين بتاعك. كويس. بس هي دي الفكره. دي كده بالنسبه للتغذيه العلاجيه بالنسبه للرياضيين. كويس. طيب بالنسبه لغير الرياضيين بيتبعوا نفس النظام الغذائي ولا بيبقى ليهم نظام غذائي مختلف؟ لا طبعا. ليه بقى؟ لان عندنا مثلا استهلاك، كل ما انت بتزود النشاط البدني بتاعك بتعمل تكسير في البروتين في الجسم. كويس. فانت بالتالي هتختلف. يعني مثلا عندنا حد مش بيتحرك اصلا خالص، لا ده يبقى هنقلل له الكمية بتاعة البروتين اللي هو محتاجها. طبعا كويس. الإنسان اللي هو العادي خالص بيحتاج من 8/10 لواحد جرام لكل كيلو جرام يوميا بروتين. كويس. يعني مثلا ساي لو هو وزنه 70 بيحتاج من 60-70 جرام يوميا. ياخدهم في ايه بقى؟ ياخدهم بقى لحوم، ياخدهم بقى البان، ياخدهم بيض، ياخدهم اي المنتجات بتاعة البروتينات نفسها كلها. تمام. طبعا مع طبعا في ناس بيبقى عندهم مشاكل صحيه، هنبدا ان احنا طبعا في بروتينات بتبقى مثلا مش نافعه معاهم، او في ناس مثلا نباتيين بنبدا ان احنا نديهم بروتين نباتي. فده طبعا خاص بكل واحد بيختلف عن التاني. كويش. طيب لو انا مثلا ببذل مجهود عنيف، او انا مثلا واحد رياضي بروح الجيم بقعد ساعه ونص ساعتين في الجيم وعايز ابني ماسلز او عضلات تمام. طيب انا هنزود يبقى 1/10 ل 1.6 لكل كيلو جرام في الجسم هو محتاج بروتين. كويس. في اليوم. تمام. فطبعا ده شوف انت كل ما بتزود النشاط البدني كل ما بيحصل تكسير في البروتين، كل ما انت هتزود البروتين في النظام الغذائي بتاعك. طيب ايه الحاجات التانية غير البروتين؟ بس دكتورة دايما معظم الشباب اللي بيبدأوا جيم كده او عايز يبدأ تمارين نظام غذائي يبقى باصص على صورة ويبقى متخيل ان الصورة دي في خلال 2-3 شهور انا هجيب الفورمه دي وهجيب الشكل ده وهجيب مش عارف ايه، ويقعد بقى يحلم ويتخيل وخلاص بقى. جزء منهم بيصاب بالاحباط وده ما بيكملش وخلاص، يكمل 2-3 شهور وخلاص وما بيكملش. وجزء تاني بيوصل بس سرعان ما بيرجع تاني. ممكن تقول ايه الاسباب، ايه الاخطاء اللي بيرتكبها بعض الناس، او هل التسرع في الشيء ده ممكن يخليك تلجأ الى حاجات او منطقه محظوره؟ هو الفكره كلها يعني ان هو الناس بتجري كلها دلوقتي ورا السوشيال ميديا ان انا اعمل شكل جسمي بشكل معين. فطبعا بعض الشباب بيروحوا صالات الجيم وبيبداوا ان هم ياخدوا محفزات وهرمونات كيميائيه. كويس. تمام. رغم ان الحاجات دي بتتفرز في الجسم وبتتفرز من الاكل، يعني ممكن ناخدها من الاكل، ممكن ناخدها بشكل ناتورال او بشكل طبيعي، بس هو بيبقى محتاج ان هو 1-2 شهور ان انا اقدر ان انا احقق التارجت اللي انا عايزه او الشكل اللي انا عايزه.
تمام. طيب هبدأ ان انا هبدأ ادخل في الحاجات اللي هي الكيميكال نفسها، بتبدأ انها تعمل لي عندي مشاكل كتير جدا 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 جدا، لان هو في ناس بتاخدها، بس المفروض ان انت بتاخدها تحت يعني اشراف دكتور، لان هو بيبدأ ان هو يعمل لك تحاليل كل فترة عشان يشوف النسب ديت زادت او عن الطبيعي نفسه. طب هتبدأ انها تضر بالكلى والكبد والكلام ده كله ولا لا؟ هل انت حالتك الصحية اصلا محتاجة ان انت تاخد، يعني اي حد اصلا محتاج مكملات غذائيه يعني غير اللي هي بتاعه الجيم، المفروض قبل ما بياخدها ان هو بيعمل تحليل معين. كويس. هنا سؤال بقى هقطعك في الجزئيه دي، ايه التحاليل اللي انا لو رايح شخص عادي كده طلعت من هنا قلت لك يا دكتوره انا طالع اعمل فورمه، ايه التحاليل اللي انا اعملها قبل ما اعمل الفورمه عشان الدكتوره فيروز تحط لي نيوتريشن بلال، تحط لي نظام غذائي امشي عليه عشان اجي لها في الصيف الجاي اعمل فورمه الساحل؟ طيب اول حاجه طبعا هنطلبها صوره دم. كويس. اللي هي السي بي سي. سي بي سي دي اهم حاجه. تمام. تاني حاجه اللي بتظهر يا دكتوره كراسه الدم البيضاء والحمراء بتظهر. كويس. نطلب برضو عنصر الفيريتين معاها برضو كنوع من انواع ان احنا بنطمن اذا كان الحديد في الجسم فعلا كويس ولا نسبته لا. ولا لا. ده تقريبا عند معظم الناس. عند معظم الناس ساعات بيطلع الهيموجلوبين بيبقى 12 وعندهم الفيريتين بيبقى يعني 2 3 مش اكتر من كده. طيب عندي كمان ممكن ان انا بطلب منه صوره دهون في الدم، تحليل دهون في الدم. تحليل دهون في الدم. كويس. اللي هو اللايبيد بروفايل ده مهم جدا 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 بالنسبه لي. كويس. لان انا ممكن هو يكون حد فت خالص، حد ان هو مش تخين، بس تلاقي عنده مستويات الكوليسترول مثلا اللي هي الدار عاليه جدا من غير ما هو بيحس. طيب ده هيبقى محتاج نظام اصلا في الجيم معين غير بقى نظام الاكل تماما عن حتى في التدريب. حتى في التدريب لازم يبقى معاه حد فاهم جدا، او انا مثلا بحط له البروجرام اللي هيمشي عليه عشان يبدا المدرب ان هو يشتغل معاه عشان ما يحطش لود على عضله القلب ويحصل لنا طبعا ايه مشكله لا قدر الله ان هو مثلا صدم داس اللي بيحصل في الجيم. يقول لك انا هو كان بيلعب عادي خالص وفجاه وقع. طيب هو ده بيبقى مشكله، ومش شرط خالص ان بتبقى دهون الثلاثيه في الدم او عموما الكوليسترول في الدم بيبقى عالي في الناس بس اللي هي، بالعكس ده هو بيبقى عالي اكتر في الناس اللي هي بتبقى عندها نحافه. تمام. وبياكلوا بصوره ما بيظهرش عليهم طبعا، فبيبداوا ان هم بيلخبطوا في الاكل بدون ما يحسوا، فبيبدا عندهم بيحصل مستويات الكوليسترول فعلا بتختلف اختلافات رهيبه. فدول فعلا محتاجين قبل ما يروحوا جيم او قبل ما يبداوا مثلا ان انا هبدا ان انا اعمل مثلا هبني عضلات او هضخم عضلات، لازم ان انا اعمل ايه صوره الدهون. كويس. الدهون في الدم دي مهمه جدا. كويس. طيب لو انا عندي الحاله دي مثلا عندها مشاكل في الهضم، لازم اعمل ستول اناليسيز او تحليل براز، ده مهم جدا معايا عشان اعرف لو هو عنده عسر هضم مثلا في انواع معينه من الاكل، ببدا ان انا احل له المشكله ده. كويس. تمام. دي تعتبر الحاجات اللي هي اهم الاساسيه اللي الشخص يعملها وهو بقى ان انا اعمل مثلا فيتامين دي، لان هو عندنا معظمه دي 3 كمان. دي 3 ده اللي هو يعني جه فتره كده انتشر. لا هو معظمه عندنا اصلا يعتبر نسبته قليله، وخصوصا في العشرينات والثلاثينات الناس دول فعلا عندهم فعلا مشكله في فيتامين دي. يعني مثلا عندك السيدات اللي بتبقى في الخمسين وستين او رجاله بيبقى عندهم النسبه طبيعيه جدا، بيبقوا كويسين. معنى هم مشوا صح. يعني اهالينا مشوا صح، اهالينا كانوا بياكلوا صح، كانوا بيتمشوا يعني غيرنا. اللايف ستايل او النظام. أيوة. النظام الغذائي كانوا بقى بيتمشوا غيرنا، كانوا بيتعرضوا للشمس غيرنا، كانوا بياكلوا الحاجات المهمه اكتر مننا. دلوقتي لجوء الشباب كلها بتلجا للحاجات التكاوي بقى والاكل جانك فود والحاجات دي. تمام. فده اللي بيبدا عندنا ان احنا نحصل عندنا نقص في عناصر كتير جدا منها الفيتامين د. وطبعا لو عندي مشكله مثلا ممكن اعمل كمان تحليل كالسيوم، اطمن برضو على الكالسيوم في الجسم. لو حد كمان بيحس انه عظمه بيوجعه بيقول لك بسمع صوت وانا ماشي، الحاجات دي كلها والكلام ده كله. تمام. بس هم دول يعتبروا من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنطلبها كتحاليل عامه يعني. كويس. فاي حاجه من غير حتى ما يروح جيم يعني. من غير ما يروح جيم الناس تعمل التحاليل تطمن. ده حتى على لو جاي نحافه. لو جاي مثلا ان هو عايز يخس، في الحالتين ببدا ان انا اطلب منه التحاليل. هاخدك بقى الجزئين مهمين جدا. واحد وزنه كويس ولو جينا قسنا بالمعدلات هنلاقي ان وزنه ما فيهوش اي مشكله، ولكن مشكله العصر يقول لك انا بس يعني ان انا عشان بقعد في المكتب كتير وبسوق العربيه كتير فطلع لي يعني حاجه صغيره كده. تمام. الكرش.
اللي عند موجود من معظم الناس، خاصة الشباب اللي بيبقى يعني الموضوع ده مضايقه، اللي عارف يلبس تيشيرت ولا عارف يلبس قميص، فبيلجأ لأي حاجة، أي حاجة ممكن أي حد يقول له عليها لمجرد إنه ينزل بطنه. إيه هي الـ 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 الوسائل اللي ممكن الناس تستخدمها إنه ينزل بطنه؟ وفي نقطة مهمة جدا، إنه ما تأثرش على وشه. طيب أنا لو عندي إن أنا جسمي كويس، بس أنا عندي ساي مثلا منطقة معينة هي اللي فيها المشكلة، السمنة الموضعية، السمنة الموضعية طبعا، ودي معظمها بتبقى في الرجالة أكتر، بتبقى منطقة البطن نفسها، أوكي، ودي بتبقى خطر على فكرة. يعني أنت عارف أنت لو تخين من أي حتة بس البطن نفسها كويس، الدنيا فيها مستوي أو كويسة، دي ما فيهاش مشكلة. يعني طبعا البطن المكان الوحيد اللي بيفرز هرمونات، فطبعا بتسبب لنا عندنا مشاكل الضغط، السكر، القلب. يعني أنا أول ما تجيلي مثلا حتى واحدة مثلا بري دايابيتك، واحد مثلا لسه في بداية الضغط، تمام، سكر أو ضغط، أبدأ إن أنا أقول لها لو ملاقي الدهون في البطن كتيرة أو صلبة أو صلبة متجمعة بقى تمام فترة، عن طريق الجهاز طبعا لما بنقيس، ببدأ إن أنا أقول لها يعني إحنا لازم بقى نعمل حاجة اسمها جلسات عشان نتخلص من الدهون دي موضوعية، ده لازم نخش دي حاجات بالكرايو كافيتيشن والهامر كافيتيشن، الكرايو والكافيتيشن والأور إف والفاكيولايف والحاجات دي والميزوثيرابي، تمام، اللي هو الحقن الموضعي للدهون دي، كلها الحاجات دي إفكتيف جدا جدا. على فكرة احنا كان انت تتخلص من السمنه الموضعيه، مش شرط ان انت يكون عندك بس السمنه، لا، هو ممكن يكون حد عندنا مثلا بيخس، بس بيخس بمعدل قليل جدا، او مثلا نزوله في الوزن معدل قليل، دي بيبقى نتيجه اصلا تراكم الدهون في منطقه معينه والدهون بتبقى صلبه. وخلينا يا دكتوره اخد بقى سؤال مهم جدا، في بعض الاعلانات بشوفها فيسبوك في اي مكان، انت ممكن تنزل في الجلسه 1 سنتي 2 سنتي 3 سنتي 2 كيلو 3 كيلو، فالواحد يقعد يحسبها كده يعني 4 جلسات وابقى زي كريستيانو رونالدو. صحة الكلام ده هل بيمشي مع كل الناس، ولا هل في حد ممكن فعلا يقل وحد تاني ما يقلش؟ تعال نقول ان في جزء بروباجندا بيتعمل، ايوه تمام، ده حقيقي، تمام. يعني زي مثلا انا طالعه في برنامج او طالعه كده لازم اعمل بروباجندا للجهاز اللي انا شغاله، يعني بروباجندا اكيد، شو الجهاز ولا الدكتور؟ بس زي انا زي شاريه مثلا جهاز بكذا الف جنيه، تمام، بمبلغ وقدري، لان احنا برضو الاجهزه بتاعت الشغل دي غاليه جدا، تمام، فانا بعمل بروباجندا، بس هو فعلا افكتيف. ايوه انا عايز اقول انه هل بيبقى لكل الناس نفس الكفاءه؟ لا، ونفس تعالى نتفق ان في نسبه 10% من القاعده دي، النسبه دي ما بتنفعش معاهم اي حاجه، الجهاز بيفشل معاه. يعني فاهم، تخش بميزو ثيرابي مش نافع، تدخل بكرايو مش نافع، تخش بار اف مش نافع. يعني ده بيبقى عندهم قاومه الانسولين عاليه جدا، او هم معتمدين فقط ان هم يعملوا جلسات. يعني في حد يجي يقول لك انا عايز اكل بس اعمل جلسات ان شاء الله. طب انت دلوقتي اوكي، الجهاز اشتغل على اساس ان هو، او الميزو ثيرابي اشتغل على اساس ان هو يكسر الدهون اللي في المنطقه ده، طب انت رحت كلت، انت رحت بوسط الدنيا وتبقى اكلت حاجات اصلا مليانه دهون ثلاثيه او دهون المفروض مشبعه، المفروض اصلا ان احنا بنبعد عن الدهون بعدها 3 4 ايام اصلا تماما. المفروض ان احنا بنشرب ميه كتير، المفروض ان احنا بنمشي كل يوم ساعه بعد الجلسات دي، مش اعمل الجلسه واروح معلش يعني اقعد اكل صينيه بسبوسه واقعد اكل واقول الجلسه ما عملتش حاجه. اشوف اعلان مطعم وجبه عليها عرض، ما ضيعش العرض، اقوم جايب الوجبه واقوم واكل الوجبه من هنا وارجع للدكتوره تاني يوم، ايه لسه؟ انا بقول لا، الجلسه ما جابتش معاه نتيجه، هو لسه مفيش حاجه، انت فاهمني؟ لا، هو بيبقى عنده اصل البروبلم تبقى في الشخص نفسه، فايز. او الشخص نفسه عايز الحاجه السهله جدا. طيب انت دلوقتي سايق الجهاز خسسك او نزلك، طب ما انت هتروح تاكل، طب ما انت كل خسسته هترجعه تاني. هي دي الفكره، يعمل توازن ما بين الحاجه اللي بتاخدها وما بين اللي الجهاز بيشتغل عليه عشان يبقى في نتيجه. بس كده، الجهاز محتاج ان انت بعدها، مش خلاص انا عملت الجلسه فالجهاز، لا بالعكس، ده موجات داخله جوه جسمك لسه بتكسر في الدهون، لسه بتبعدها على الكبد عشان خاطر هو يقدر ان هو يتخلص منها. طب ايه هو اكيد ده مش هيحصل في الساعه بتاعت الجلسه، مستحيل، انت محتاج بعدها 3 4 ايام عقبال ما لسه الجلسه نفسها بتشتغل معاك. والميزوثيرابي بيديها من اسبوع ل 10 ايام كمان قبل ما بيبدا ان الدنيا تشتغل. فهم الفكره كلها ان هم بيبقوا فاهمين الموضوع غلط، او اللي بيوصل لهم المعلومه بيوصلها لهم غلط. انا دلوقتي هقوم اعمل لك جلسه، فانت بالتالي هطلعك على الميزان هتخسي كيلو ل 2 كيلو. ايوه، هو هي دي بقى،
انت ويطلع فاهم؟ الميزان الوزن زي ما هو في ايه؟ لا، وفي اجهزه بتعتمد على نزول الميه بس من الجسم، تمام؟ زي ما انا هدخل الساونا كده واخرج على الميزان الاقي نفسي نزل، لازم اكون نازله 2 كيلو. طب ما انا هشرب ميه تاني هتزيد على الميزان تاني، هي مش هيحصل اي هي مش هتحصل مشكله. انا ما اتخلصتش من وزن حقيقي، لان مستحيل مستحيل ان انت في الجلسه الساعه او الساعه ونص حتى اللي انت لو هتاخد دابل كمان للي انت هتقعدها في الجلسه، ان انت تخسس من كيلو ل 2 كيلو، دي حاجه مستحيله. كويس. ده حاجه اصلا ان انا اصلا هدمر لك جسمك. انا كده باذيك، زي اوفرلود على الجسم بقى، بس زي يعني مثلا حاجه الناس زياده اللي عن هي معدل بتبقى جايه الاحتياج. ومعتقده ان هي هتخس من اول اسبوع 10 كيلو 15 كيلو، لا بص يا دكتور انا في اسبوعين بالظبط عايزه اخس 30 كيلو وابقى حاجه تانية خالص، لا ده في دكتور وعايزه فلان هيفاء وردي. الفلاني ده في دكتور فلان الفلاني ده نزل كذا كذا. طب ماشي، هو سهل جدا الدكتور سهل جدا ان هو يلعب بالجسم اللي قدامه، وسهل جدا ان انا ادخلك بالنظام الغذائي ده، ادخلك عنايه مركزه، وسهل جدا ان انا اخليك في صحه طب حلو، واخدك بقى احسن. اخدك بقى في الانظمه الغذائيه. تمام. قبل ما اخرج من الجزئيه دي بفكره انه طبيعي جدا انه مش اي حد ممكن، مش كلنا هنستجيب نفس الاستجابه، ولو التزمنا بالتعليمات في جزء هيلتزم وجزء لا، فالالتزام بالتعليمات هو اللي بيدي نتيجه. طيب أكيد طبعا. بنتكلم عن الانظمه الغذائيه، في الفتره الاخيره انتشر بعض الانظمه الغذائيه انا شخصيا بشوف ناس اتغيرت بيها. في ناس اراء بقى بتقول ان هي انظمه غلط، انظمه صح، نظام اسمه الكيتو دايت، وده من انتشر في خلال الفتره الاخيره. ايه هو النظام ده؟ بيعتمد على ايه؟ رأي الدكتورة فيروز فيه؟ هو النظام دوت بيعتمد ان انت بتاخد الطاقة بتاعتك بدل ما بتاخدها من السكريات بتاخدها من الدهون نفسها. من الدهون نفسها؟ من الدهون نفسها. طيب انا النظام ده يعني انا من الناس اللي ما بفضلوش. ايوه، ليه لان بقى؟ مشاكله كتير، فانا اي حاجه مشاكلها كتير خصوصا في الانظمه دي بينزل بسرعه، بينزل جدا وبيغير بقى الشكل نفسه. تمام. يعني وشك ممكن يتغير تماما، شكلك اصلا ممكن يتغير. تمام، انا بمشيه بس بطريقه معينه، ولازم عشان امشيه لازم اعمل تحاليل الاول، ودي مهمه جدا جدا جدا. التحاليل اللي احنا قلنا عليها في الاول. ليه؟ لان هو ممكن يحط لي واطمن واعمل سونار واطمن على المراره نفسها عامله ازاي، واطمن على وضع الكبد عامل ازاي، لان هو بيحط لود كبير جدا على شغل المراره نفسها. يعني ما ينفعش حد عنده حصوات مراره وهو ما يعرفش، وابدا ان انا اقول له يلا نعمل كيتو دايت من غير ما انا اكون عارفه، ده انا كده بموته. كويس. يعني انا كده خدته الطريق ان انا باخده ان انا اقول له يلا عشان تموت. تمام. فلازم عشان ابدا اعمل كيتو دايت بالذات لازم اعمل التحاليل، ولازم اطمن ان اللي قدامي ده حد هيلسي تماما، ما عندوش اي مشاكل مشكلات صحيه. لا قلب ولا سكر. الكيتو دايت ولا ده كنا بنستخدمه للناس اللي هم عندهم حالات صرع، بيجي لهم حالات صرع، او الناس مثلا ساي عندك اكتئاب، حد داخل او بياخد مثلا انتي ديبريسنت او الكلام ده، نبدا ان احنا فعلا بنبدا ان احنا فعلا ندخله في وضع الكيتو، نفسيته بتتحسن. يعني بيبدا ان هو فعلا نفسيته بتتحسن، ودي جربناها مع حالات كتير فعلا ونجحت. تمام، ان انت اخش مثلا مرحله اكتئاب، ان انا عندي مثلا مشاكل صرع، بيجي لي نوبات صرع، الكلام ده كله هو ده اللي بيدخل، ممكن استخدم معاه الكيتو. كويس. تمام، وبيبقى ناجح معاهم، بس برضو بيبقى تحت اشراف الدكتور. في دلوقتي جروبات معموله يلا نعمل كيتو دايت يا جماعه. ايوه يا جماعه، ده مصيبه، ده صفحات. طب انا عايز اقول لك دايت. الحاجه ان في ناس ماتت من الكيتو دايت. من الكيتو دايت. طيب قبل ما نشوف مين الناس اللي ماتت وايه سبب الوفاه بتاعتهم، هناخد اتصال تليفوني. كابتن ادهم فوده، مدرب لياقه بدنيه. اهلا بيك كابتن ادهم. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا بيك، منورنا على قناه صحه وجمال يا كابتن ادهم. لا نورك والله يا دكتور، حضرتك اللي منور القناه كلها. ربنا يكرمك. انا النهارده بنتكلم عن الانظمه الغذائيه، وبنتكلم عن المكملات الغذائيه ايضا. سؤال ليك يا كابتن ادهم، لما شاب بيجي لك الجيم وزنه غير مثالي ووزنه فيه مشكله، ايه النظام اللي بتلجأ ليه؟ يعني انت بتبدا معاه منين؟ والله قبل اي حاجه بنبدا معاه بنعمل له ان بودي. طبعا الان بودي ده شهاده تحليل الجسم، بيبين عنده نسبه الميه ونسبه الدهون ونسبه المص بتاع العضلات عنده، بيبين عنده تحليل الجسم كده قدامي على الكمبيوتر. بعديها بنبدا نعمل له حاجه اسمها الاسسمنت، بعد كده بناخد مقاسات جسمه، بعد كده بساله عن لو عنده اي مشاكل او عنده اي امراض او بيعاني من اي حاجه. بعد كده بناء على كل الكلام ده بعديها بعمل له حاجه اسمها الفيتنس تيست. والفيتنس تيست ده بيبقى عباره عن اختبار لياقه بدنيه.
المفروض اللي هو بنشوف مدى اللياقه البدنيه عنده واصل لحد فين عشان نقدر نحط له البروجرام بتاعه، نقدر نعمل له بروجرام ديزاين يوصله للهدف بسرعه بصوره اوضح. تمام، دي كده الطريقه اللي بتبدا بيها. ايه؟ دي الطريقه اللي بتبدا بيها لما حد جاي عايز يعمل جسم صحي ورياضي سليم. اه طبيعي، لازم نساله عن الكلام طب ده هل في كله تحاليل لازم طبيه معاه. بتتعمل بتطلبوها ولا لا؟ نعم، في تحاليل طبيه بتطلبوها من الشخص المتدرب ده؟ اول حاجه لو عنده اي مشاكل في القلب او عنده اي مشاكل في ضغط الدم او عنده اي مشاكل صحيه، اول حاجه بخليه يراجع الدكتور الاول، بعد كده يرجع لي بعد الدكتور، لان انا شخصيتي ان انا مش هتخصص المرض زي الدكتور. فاول حاجه بيجيب لي الميديكال ريكورد بتاعه، بعد كده اللي انا بعديها هقدر احدد بناء على كلام الدكتور، او ممكن اتواصل انا مع الدكتور بصوره مباشره. عشان تطمن انه ما عندوش اي مشكلات اه وانه طبعا الامور تمشي بسلام وامان تام. طيب لو اه جالك يا طبعا كابتن ادهم واحد دلوقتي قال لك يا كابتن ادهم انا شايف جسمك عاجبني بصراحه، شايف العضلتين دول انا عايز اعملهم في 3 شهور، عندي فرحي عاوز الحقه بس مش عاوز الحقه بالمنظر ده، كده كده هيتلخبط بس تمام. ادخل وانا شكلي كويس، بتستعجل وتبدا معاه تديله بعض المكملات الغذائيه ولا تقول له لا بصراحه انا اسف انت لازم نظام غذائي ياخد وقته الطبيعي عشان توصل للشكل ده؟ اولا يا دكتور، الحاجات اللي بنتكلم فيها سواء زياده وزن او نقصان وزن، بنتكلم في بعض النقط مهمه جدا، لان هو لازم الاول يعتمد على اكله الطبيعي والاكل الصحي الاول ومعدل جسمه هيمشي ازاي. لكن كموضوع صبت من دلوقتي ما بيرشحش لاي حد مبتدئ في خلال فتره بسيطه، وما الى السبلمنت الا اللي هو وسيله. انت كده كده في مثلا لو حسبت سكوب واي بروتين مثلا حاجه بتديك 30 جرام بروتين، انت ممكن تدخلهم مثلا من 100 جرام صدور فراخ، هي نفس المعادله. فعشان كده انا كواحد من الناس ما بداش بالسبلمنت لحد معايا بيتمرن، بلجأ ان هو ياكل كويس ويتمرن كويس وهيوصل للجيتر شيب اللي هو عايزه. طيب يا كابتن ادهم، كابتن ادهم خليك معايا، انا هاخد راي الدكتوره فيروز في الكلام اللي كابتن ادهم طرحه. ايه رايك يا دكتوره فيروز في الكلام هو كويس، هو لو ماشي كده هو ماشي كويس جدا، يعني ماشي بطريقه صحيه كويس، يعني انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو ماشي كويس، بس هو ده ماشي كويس. ده ماشي كويس. لكن في ناس تانية لا مش بتمشي كده خالص. كابتن ادهم الدكتوره فيروز بتقول ان انت كده ماشي على الصراط المستقيم، ماشي بما يرضي الله. هل بقى في مدربين انت بتشوفهم او بتلاحظهم في الساحات الشعبيه في الجيمات المداريه على جنب في الجيم اللي تحت البيت، ايه اللي انت بتشوفه منهم بتقول حرام عليكم من جواك كده؟ بص يا دكتور، هو بحكم شغلي اللي انا اشتغلت في اماكن كتير، فاكيد بدات من اماكن قليله لحد ما وصلت اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي. بس القصه كلها ان في ناس فعلا بتستسهل او ماشيه الموضوع كبزنس، اللي هو ماشي الموضوع هو عايز يشو اوف فيك مثلا، فاللي هو يوصله الجسم مثالي في 2 أو 3 شهور، طبعا باستخدام بقى المكملات واستخدام الاسترويد اللي هي هرمونات البناء والكلام ده كله، فيبدا يجيله حاجات يجيله فالولد او الشاب مثلا يتغير في فتره بسيطه جدا. طب انت شفت مشكلات حصلت نتيجه التغيير المفاجئ ده؟ اه طبيعي جدا، اوريدي احنا كده كده طالما احنا اي حد شخص بيبدا ياخد استرويد او بياخد اي هرمونات ده بيأثر على جسمه بالسلب، لو ما أثرش في فترة قريبة بيأثر على فترة بعيدة. دي حاجة ربنا خلقنا بيها بنسب متناسبة مع بعض. فطالما أنت بتلعب فيها من بره فأكيد بيحصل بعدها كوارث. فأنا ليه دخلني في حاجة زي دي؟ ودي أصلاً يعتبر أنا داخلها مش مجال بطولات، أنا داخل إن أنا أظبط جسمي، أنا داخل إن أنا أظبط حاجة، بس أنا داخل لحاجة داخل تظبط مش تبوظ يعني. لكن في ناس بتبوظ وناس بتعك وناس بتبيع وناس بتجيب من مصادر غير موثوقه بيها، ده موجود. انا لسه قايل لحضرتك ان هو بيبقى بيزنس ساعات. بيزنس بعض الناس اوقات اللي هي الموضوع ماشي معاهم بيزنس خالص. كابتن ادهم فوده، في اقل من 30 ثانيه نصيحه تحب توجهها للناس اللي داخله على التدريب ولزمايلك اللي بيشتغلوا في هذا المجال، تحب تنصحهم بايه؟ اهم حاجه اللي هو يظبط اكله كويس جدا، يحاول يتابع مع دكتور تغذيه شاطر لو هو ملوش عنده نولج في التغذيه كويسه، ان هو يتمرن مع مدرب كويس يراعي ربنا فيه ويراعي ربنا في شغله معاه، ان هو ما يستعجلش على حلمه ما يستعجلش على حاجه، لان ما فيش حاجه اسمها معلش اسبوع هزيد 5 كيلو عضلات او اسبوع هزيد كيلو 2 كيلو عضلات، لا.
ان هو يبقى صبور شويه في التمرين، يتمرن ويتعب ويحاول ياكل كويس ويظبط اكله، يبعد عن الجنك فود والكلام ده كله، لان الكلام ده كله هيبهدل الدنيا معاه. كابتن ادم فوده مدرب لياقه البدنيه، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا، واتمنى ان شاء الله باذن الله تكون معايا في حلقات قادمه باذن الله. انا سعيد جدا يا دكتور والله بالمشاركه. شكرا شكرا ليك، شكرا ليك، شكرا ليك. دكتوره فيروز، ايه رايك في الطرح اللي اعتقد انه انا حاسس انت راضي عنه؟ هو لو ماشي كده ايوه تمام. لو انا حاسس إيه هو ماشي يعني، يا رب هو لو ماشي كده. لا هو اكيد طبعا، هو اكيد طبعا، هو مش واضح ان هو فاهم يعني. تمام، يبقى يا ريت كل المدربين بتوع الجيمات يبقوا كده، لكن هو للاسف ان هم معظمهم ايوه مش ماشيين كده، معظمهم بيديهم حاجات من الجيم ويشتروا أيوة. حاجات، وانا بيجي لي نفسي في العياده مثلا حد يقول لي دكتور انا اشتريت كذا من الجيم، انا عايز اخده، انا عايز. بتلاقي ايه بقى؟ بتلاقي جايب ايه؟ الله يبو سليكس مثلا من الحاجات الفظيعه يعني. بتلاقيه مثلا حاجه اسمها منشطات اسمها ديكا وتوجيكا وتستيرون، الحاجات دي كلها. والحاجات دي بتاثرها ايه تقريبا على الشخص لما بياخدها؟ هو مثلا عندك مثلا تستيرون ده اصلا بيتفرز عن طريق الجسم، فانا لما باخده من بره الجسم خلاص بيبدا ان هو ما بيفرزش تاني، فبيبدا ان انت مثلا بيزيد جدا العنف عند الشباب، لان هو دي عايزه حاله لوحدها. الجزئيه دي تحديدا، لان فعلا معظمهم بيوصل وتلاقيهم فعلا معظمهم عنف جدا، في عنف جدا، لان هو بيخليهم ان هم يوصلوا في التدريب لمستويات عاليه، يعني مثلا ساعتين ساعتين ونص يبدا ان هو ايه، ان هو يتدرب كتير. تمام، تبدا انها بتاثر جدا 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 على ان هو مثلا تساقط شعر، بيبدا ان هو بيأثر على الغدد العرقيه نفسها، بتحس ان هي ريحه العرق عنده اختلفت تماما، يبدا ان هو يظهر له يبدا يظهر له حب شباب فظيع، يبدا اصلا ان هو بيخش في مود مش حلو نتيجه الهرمونات دي. عندك مثلا بياخدوا هرمون النمو اللي هو المفروض اصلا بيتفرز في الجسم، طبيعي في الجسم، طبيعي في الجسم، بنديه بس للاطفال اللي هم بيبقى عندهم مشكله في الهرمون النمو نفسه، بيتاخد بطريقه معينه، وبيتاخد طبعا تحت ودكتور بيبقى لازم معاه يعني خاص بيه، وبيبقى بيحدد له كل شهر بيحلل له الكلام ده كله. كلام مش حتى مش يعني مش بتاع اي حد، ليه تخصص معين تخصص بتاعه. بيبداوا ان هم بياخدوه هرمون النمو دوت، طبعا ده بيزيد جدا 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 الهرمونات الانثويه. كويس، قبل ما الانثويه طيب ناخد اتصال تليفوني يا دكتوره فيروز. استاذ هاشم اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك استاذ هاشم، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكم. طيب صحه السعاده. نشكركم على برامج الصحه والجمال، لان صراحه كلها برامج مفيده والحمد لله يعني. ما نشكرك شكرا جزيلا لرايك يا استاذ هاشم. ممكن اتحاور مع الدكتوره في حاجه معينه؟ دكتوره مع حضرتك، اتفضل. اتفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. خلي بالك، بص يا دكتور، انا مريض قولون يمكن من 30 سنه. تمام. وجربت كل ادويه الجهاز الهضمي، دايما اعاني من انتفاخ ومغص، وبخش الحمام اتصير غائط تحت 7 مرات في اليوم. تمام. وكشفت كثير جدا وبرضه نفس الحاله، ف ايه اللي اكله؟ يعني احب اشرب اللبن مثلا، اللبن بيعمل لي مشاكل كثيره جدا في الهضم وعمل لي اسهال، يعني هل في نوع معين من اللبن المجفف ممكن اشربه؟ ايه اللي اكله مثلا واللي ما اكلوش، عشان اظبط اللي عاوز اظبط انا دخول الحمام ده، لان عامل لي يعني ما اقدرش اسافر مسافه طويله، لو رحت مشوار طويل لازم اقعد بالجوع ممكن النهار كله عشان حكايه الحمام ده، فدي عامله له مشكله كثير قوي يعني، فعاوز نظام غذائي معين ان انا ممكن امشي عليه. تمام، مشكورة حاضر. شكرا جزيلا لاتصالك استاذ هاشم. دكتور هتجاوبك دلوقتي، اتفضلي دكتور. هو طبعا معظم مرضى القولون عندهم مشكله مع الالبان نفسها، طب احنا ممكن ناخد لبن خالي من اللاكتوز نفسه، لان هي بتبقى المشكله نفسها الحساسيه دي. اوكي، او ان انا خالص امنع اللبن ومثلا وخليها زبادي مثلا، لو انا اقدر ان انا اخليها زبادي بس. الزبادي بيسهل عمليه الهضم، في بكتيريا اصلا نافعه فبتظبط موضوع يعني القولون نفسه. طيب بالنسبه للقولون دايما بقول له، هي الفكره كلها، هل انت قولون متعلق بالاكل نفسه، ولا قولون متعلق بان انا مثلا بالستريس او بالعصبيه يعني. مثلا بحاله نفسيه او داخله امتحان او داخله مقابله او داخله كده، فابدا ان انا بحس بالالم. لو هو مستمر غير متعلق بالعصبيه، لو هو خاص بالاكل نفسه، ببدا ان انا اشوف هل انت مشكله القولون اللي عندك دي بتحصل لنتيجه في زياده ارتجاع الحمض نفسه،
دي الناس فاكره ان هي بتبقى كده ان الحمض زايد، لا بالعكس، هو الفكره كلها ان الحمض بيبقى بيقل في المعده، فبيبدا ان هو يبدا ان هو يديني الارم ان الحمض قل في المعده، فببدا ان انا مثلا احل المشكله دي بخل التفاح، ان انا باخد معلقه صغيره خل تفاح على نص كوبايه ميه قبل الوجبات بنص ساعه. كويس، خل تفاح على نص كوبايه ميه قبل اي وجبه. ده لو عندي مشكله ارتجاع المريء كمان على فكره. كويس، بيعالجها كويس جدا 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 وبنتائج حلوه جدا، كان نتائج مرضيه، بس اهم حاجه ان احنا نجيب خل تفاح طبيعي مش خل تفاح كيميكال. تمام. في عندي كمان ان انا ابدا اعرف القولون ما بيحبش الحاجات الخضراء، يعني اي حاجه ورقيات تلاقيه بيعيط منها. زي ايه بقى؟ اي حاجه فيها ورقيات، عندك الجرجير مثلا، عندك البقدونس، عندك مثلا الفاصوليا، عندك البقوليات كلها بتتعبه جدا. بتتعبه جدا. والعدس. على فكره مريض القولون بيبقى عارف اللي بيتعبه ايه. يعني سي انا مثلا لو اكلت فول النهارده هتعب، انا ببقى عارف قبل ما ياكل ان انا هاكل. يعني مثلا الفول، نخلينا مثلا موضوع البقوليات ده، مثلا لو انا بيتعبني الفول اللي هو بالقشره ابدا ان انا اخده من غير القشره اللي هو المقشره، وده موجود كتير جدا في الماركت. تمام. ابدا ان انا مثلا احافظ على شرب الميه بتاعتي، ابدا ان انا اخد حاجه بكتيريا نافعه، لان هي برضو بتبقى نتيجه البكتيريا النافعه نفسها في القولون بدات انها تقل نتيجه طبعا الاكل الغلط بتاعنا كتير والتدخين والكلام ده كله، فبتبدا انها تقل، فببدا ان انا اخد، هي نازله حتى عباره عن ساتشيت دلوقتي، او ممكن تمام، او ممكن ان انا اخدها في الزبادي يوميا. تمام. ابدا ان انا احافظ عليها، ابدا ان انا بقى ابعد خالص عن الحاجات اللي بتتعبني، الحاجات الخضراء مثلا، الحاجات البقوليات، ابدا ان انا انظم اكلي ما يبقاش بسمنه ولا زيت، ابدا ان انا مثلا اشتغل على نوع يقلل فيه السمنه والزيت، لانه صعب ان هو ياكل من غير سمنه وزيت. هو احسن حاجه لمريض القولون فعلا يعني ان هو يستخدمها كانواع الزيوت اللي هو زيت الرز. زيت الرز اللي هو رايس اويل. تمام. كويس. ده فيه اوميجا 3 عاليه جدا، بيستخدم كمان لمرضى اللي عندهم مشكله في الكوليسترول الضار. كويس. تمام. في فيتامين ه، فبيعتبر حاجه مضاد اكسده للناس اللي عندهم الكبد الدهني. تمام. دايما اللي عندهم الكبد الدهني الدكتور دايما بيوصف لهم فيتامين ه كمضاد اكسده. تمام. لا، هو موجود فيه طبيعي، فانا أنا اقدر اخده، ومسته ان هو زيت تقيل فما بتستهلكش منه كتير، بالعكس انت يعني نقطه او نقطتين بتبدا ان انت خلاص انت ممكن تعمل الاكل بامان كمان، ما بيعملكش اي مشاكل صحيه، وممكن تحطه على النار وممكن تحطه بارد، مفيش مشكله. هبدا ان انا هبدا ان انا العب رياضه. لو انا ما بمشيش ابدا ان انا امشي، لان طبعا مشكله ان انا ما بحركش عضلات المعده نفسها ممكن تاثر لي وتعمل لي مشاكل في القولون. هبدا ان انا لو عندي، لو انا عملت تحليل وعندي عسر هضم في انواع معينه من الاكل، هبدا ان انا اخد حاجه انها طبعا بالادويه طبعا انها تظبط لي موضوع عسر الهضم ده، وهبدا ان انا اتجنب الاغذيه اللي هي بتتعبني. كويس. عندنا مشروبات حلوه جدا جدا. أيوة، سريعا جداً للقولون. الجنزبيل مثلا. كويس. ده من الحاجات الكويسه جدا جدا لاي التهاب حتى في الجسم. تمام. عندك مثلا القرفه من المشروبات الكويسه جدا. النعناع مع بعض المرضى. يعني في ناس القولون يتعبهم النعناع وفي ناس لا. تمام. عندي ان انا ابطل السكريات. ابطل السكريات. نختم ببطل السكريات. أيوة. ودي مش بس للناس عندها قولون، لناس كتير قوي بتقلم السكريات. دكتوره فيروز، كنت اتمنى ان احنا نكمل الفقره بتاعتنا نتكلم فيها عن الانظمه الغذائيه، ايه افضلهم، ايه الانظمه اللي الناس ممكن تمشي عليها، اضرار كل نظام غذائي، مين يعمل ايه، يروح فين، يجي فين. كنت حابب ان انا اعمل ده، ولكن وقت الحلقه مر سريعا. دكتوره فيروز مجدي، استشاري التغذيه العلاجيه، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا. عفوا يا دكتور. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وكانت فقره النهارده دايما اقول العقل السليم في الجسم السليم. اهتم بصحتك من بدري خالص، مش لازم صحتك تتدهور وشكل جسمك يبوظ وتلجا سريعا ان انت تخليه شكله كويس. كل حاجه بتاخد وقتها. لما يكون جسمك مش مظبوط الجا الى نظام غذائي صحيح مع متخصص في النظام الغذائي. مش معنى ان انت شفت واحد شكله كويس معناه ان هو قادر انه يوصف لك نظام غذائي جيد. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقات قادمه اخرى من برنامج صالون صحه والجمال، والى ان التقي بكم مره اخرى، لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.